الرحمن الرحيم، كملين في جزئيه الاي بي اي. ودلوقتي عندنا اي بي اي اللي هي ابيكس ايتم دوت سويتش، اللي بتعمل لي شكل السويتش بالظبط، وادي الاتريبيوت بتاعتها. هنراجعها سوا زي السويتش في الايتم بالظبط. ادي الاتريبيوت بتاعتي ابيكس ايتم سويتش، الاي دي اللي هو الاف 01 او 2 على حسب ما انت بتحدد هنا، وده الفاليو العمود اللي مربوط بيه. وبعد كده عندك اربع قيم، قيمه الاون فاليو بترجع بايه، والليبل بتاعها بايه، وقيمه الاوف فاليو بترجع بايه، والديسبلاي بتاعها بايه. وبعد كده عندي الايتم اي دي والايتم ليبل زي ما احنا قلنا، والايتم اتريبيوت. فانا خليت الليبل بتاعي از ادمن اندرسكور رول نمبر عشان تبقى مختلفه. ليه عشان تبقى مختلفه؟ تعال الاول ما نعملهاش كده، شيل ده خالص ونسميها از ادمن وخلاص. لو انا عملتها كده يا جماعه وحاولت اغير، ما بيغيرش غير فوق بس. بصوا، ما بيغيرش غير فوق. ليه؟ زي الراديو جروب بالظبط. فانا محتاج اخلي الاي دي بتاعه كل مره مختلف عشان القيمه ما تتسجلش هنا بس. فرحت خليته في الايتم في الليبل اي دي ده، عملت له دمج مع الرو نمبر، فبقى اسمه از ادمن اندر سكور ويختلف كل مره. لو احنا بصينا كده قبل ما نغيرها هنلاقي الليبل دايما بتاعي او الاي دي دايما بتاعي از ادمن اهو ده. فعشان كده القيمه بتاعته لما تتغير هو عامل لها جافا سكريبت عشان يغيرها كل مره، فبالتالي هي كل مره ثابته. فلما تغيرها هنا خلاص هو حاسس انها اتغيرت، فمش عارف يغيرها بعد كده. ولكن لما اربطها بالرو نمبر فكل مره هتبقى مختلفه. فبالتالي اجي اجرب دلوقتي اهي تتخزن، وبالتالي القيم دي اقدر الوب عليها واغيرها، لان عامل عمود اسمه ادمن جوه الجدول ده. يبقى ده يا جماعه السويتش. نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.